الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذاق طعم الإيمان أي وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة. الإيمان غاصت زيوضي الإنسان من كي يأكل فلاد مخميت ست الماكلة كيتلذذ كيحس باللذة كيحس بالحلاوة ديال الطعام اللي كياكلها هذيك الماكلة اللي كياكل الماكلة نيتت تشامك تزيوضي الماكلة ونيتت أناناس أبوكاتين سيسرمان أيسوم هو كياكل وكيتلذذ كذلك الإيمان له حلاوة. الإنسان من كيدير الأعمال الصالحة كيحس باللذة يتفرهنا مع الرح للأعمال يجد الحلاوة. الإنسان من كيقرأ القرآن كيتلذذ يتشارك تزيوضي ذي القرآن النذيقة كيحس بالراحة بالحلاوة. من كيذكر الله ميت سباح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر كيحس بالحلاوة. واحسب كلش الأعمال الصالحة الإنسان يقوم يجي يصلي صلاة الصبح هذاك الطريق والبرد وكذا هو كيحس بالحلاوة يتشارك هكذا زيوضي وغادي للجامع الصباح والبرد هو غادي للجامع وكيحس بالحلاوة. اللي كيقوم الليل يتكرر نعم سيدي غا ثلاثة غا يامعة كيتوضا وكيقوم الليل ساعة جوج سوايع كيحس باللذة يتشارك الحلاوة الإيمان كيحس بهذيك الحلاوة. فالإيمان له حلاوة. الإيمان غاس الحلاوة. فوقاش نوجدوا هذا الشيء إلا عندنا هاد ثلاثة من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. راضي بالله ربا خصك تكون راضي على الله رب العالمين اللي قدر عليك خصك تحمد الله وتشكر الله وتعبد الله تكون في الطاعة ديالو على هاد الحالة اللي راك عليها. بزاف الناس قال لك ما عنديش الغرة. واحد قال لك انا مريض. الاخر قال لك انا مطلق. الاخر قال لك انا ما خدامش. كل واحد بالمشاكل ديالو. فهذاك القضية اللي عندك وهذاك المشكل خصك تكون راضي على الله تقول هذا الشيء اللي قدرني الله. هذا قضاء الله. هذا قدر الله. هذاك الشيء اللي قدر علي الله خصني نعيشه. خصك تعبد الله وتحمد الله في السراء والضراء. في المنشط وفي المكره كيف ما تجي الاحوال خصك انت تكون في الطاعه ديال الله. ماشي ملي كيكون انسان مزيان وكذا وهذاك الشيء كيكون فرحان ولكن ملي كتجي شويه الاحوال والمصائب وكذا والانسان كيتغير كيتبدل. لا خص الانسان يكون ثابت ديما يكون في الطاعه ديال الله يكون راضي بما قسم الله. الامام الحسن البصري رحمه الله سولوه هو كان غير الجامع المسجد والدين والكتب والعلم والطلبه تبغي قبر بغاده مزيده العباده وخصني يبنى يبنى وخصني يهدم يهدم او ديار الخباير السواق التجاره التغيير الناس كيبنيو وكيهدموا هو كاع ما ردش الخبر. وسولوه استقسات قالوا له ما سر زهدك في الدنيا واش من السر انت كاع ما رد الخبر الدنيا من السر غاك ديرني ما مشتش اشكو تاريد الخباير الدنيا. قال لهم في أربعة أشياء ديار عن مسرائيل ديار عن حوايج الدنيا وزدار الرخبة جات ما جات قليلة كثيرة عادي رور. قال وما هي يا إمام اشتهي هادشي اللي هاد الربعة غير يرخب من عنان. قال علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. اللهم ارزقنا اليقين يا ربي تعطينا هذا اليقين يا رب. علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي.
اللي كتب لك الله هذاك الرزق اللي غادي تاكل حتى واحد ما ياخذ لك. ارزقني ذا شي كتب رب العالمين يشد كل شيء اللي غادي تاكل اللي غادي تلبس من غادي يعرض من غادي تسود من غادي تقنط من غادي تندهن كل شيء هذاك الشيء اللي عندك الله كتب لك هذاك الشيء حتى واحد ما يحيد لك هذاك الشيء ولا غير الجن ماذا شي كتب انا هنا اي حاجه الله قدرها لك وكتبها لك خلاص كيفاش يكون عندنا هادشي في القلوب ديالنا باش ما نخافوش اصاحبي انسان خايف يحيدوا لي يديروا لي خايف الانسان عاش كيعيش في تمار يتعيش ذي القلق الضنك وخايف انت تعبد الله انت كتعبد الله وخايف شو كتعبد السيد رب العالمين قال سبحان ربي العظيم للركوع سلمي قال سبحان ربي العظيم العظيم جل في علاه عظيم في قدرته عظيم في حكمته عظيم في حلمه عظيم في إحسانه العظيم جل في علاه العظيم وهذا يحدم انت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما مش الإيمان غادي يماني الإيمان ديالنا يكون قوي منين كنقراو القرآن منين كنسمعوا القرآن القصص ديال القرآن قصص الأنبياء ما زيدوها يا صاحبي حنا عندنا القرآن وخايفين خايفين لا حول ولا قوة إلا بالله الإنسان منين كيقرا القرآن قصص الأنبياء كيفاش الله حفظ الأنبياء شوف آية وها وتكمل بها تفكر يديس غير آية تبدا تفكر وتعيش قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين شكون اللي قال هذا الكلام؟ ها؟ نعم؟ النمرود النمرود كان ملك طاغية جبار ظالم عنده الدولة والعسكر وكل شيء إبراهيم عليه السلام قايم بالدعوة منين كسر لهم الآلهة وخلى الكبير وجا وشكون اللي كسر فتى اسمه ابراهيم جابوا ابراهيم شبروه حكمت عليه المحكمه حرقوه وانصروا آلهته بعدها قلنا يا نار زد كوني بردا وسلاما على ابراهيم قالوا حرقوه قالها المالي النمرود رب العالمين قال اش غادي يكون لقال الملك ولا لقال ملك الملك؟ كيفاش يكون هادشي في القلوب ديالنا؟ في القلوب ديال رب العالمين فعال لما يريد. قالوا حرقوه ماشي تسمع قالوا حرقوه تمشي لا جي قال لك منين جبروا ابراهيم عليه السلام كتفوه داروه في الحبس والملك قال لهم جمعوا الحطب جمع ميك الشوط الشعب الدوله كامله كتجمع تصور معايا شحال غادي يجمعوا ماني بان جاش وكشوطي ويدي لعم ادريس ماني بان جاش تزباحي ويمتد بداو كيجمعوه وفي تفسير القران ابن كثير قال لك حتى المراه الكبيره العجوز تا وسعت بني وسام ما تقدرش تجيب الحطب كتعطي الفلوس ديش 8 كتعطي الفلوس كتقول لهم جيبوا الحطب حرقوا ابراهيم ولا انت وسعت بني ما ديش 8 بشحال هما كيجمعوا شهر تسواكي لي تصور اخويا تصور معايا انت شو من انا الكينيا نروح على الطوموبيل روحوا دابا لعبي اش يحفظ عمي مصطفى يا ربي يحفظ يا ربي قداش البركه كي ظهر يتشاب وها ها اكيديك اكيديك خمي غادي ان شاء الله غادي كناري غادي نجمع الثمانيه هذا هو بنجمع الثمانية ديال ايجنا 100 مليون ان شاء الله ليه ان شاء الله الله قادر يمكن كتجي لكم غريبة 100 مليون انا منين جبروني داروا لي في الحبس والشباب ديال هولندا الشباب خارجين في هولندا السنة وما شاء الله كيعرفوني الخير ديالي الاول سبق جمعت ليهم في المساجد ديالهم عاودتهم ومنين جبروني في شهر 5 2018 داروا واحد بينيفيت داروا واحد الاجتماع في الانترنت وقالوا خصنا نعاونوا طارق نديروا له المحامي وكذا وكذا شحال جمعوا؟ في 8 سوايع شحال جمعوا؟ 100 مليون
الله اكبر. من بعد بلعوها لي، بلعوها في بلجيكا، بلعوها لي، بلعوها لي ان شاء الله. من بعد غادي يفتحوها باذن الله. الرزق ديالي واش غادي ياخذ الرزق ديالي وانا نتبعه ان شاء الله. غادي نشري الدار هنا في اسبانيا وغادي نتعاون معاكم. هما جابوني انا كنت هنا في اسبانيا في عام 90، في عام 90 كنت هنا في اسبانيا خدام في الزيتون، زيت الزيتون، ومشيت. قال لك لا خصك ترجع هنا تعاون المسلمين، دير لهم المساجد، راه بارلو، راه خصهم اللي يعاونهم. وانا جاي، هما جابوا لي السلاسل عندكم. اللهم نور قلوبنا. قولوا امين. فين كنا سيدي؟ واش راكم معايا؟ يا اشهر هما كيجمعوا. تصور دابا سواكيري شهر الدوله كامله كيجمعوا، كيقطعوا الطحن غير غير شو تقصص ديك الشوط. اجمع 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 اجمع، داروا واحد المكان كبير. اجوا مشاو يمغا هما ديك ديك الشوط وشعلوا سير شعلوا العاد. سيمانه هما كيشعلوا فيها، سيمانه سرا قنديس خاطر ودي حنايا ديك الشوط مسجوره تزكات ماني ما يجيش ولات ويدي. قلت لكم المراه كبيره عجوز كتعطي الفلوس تش 8 في خدام تقاصو حويدي سحق في براه. ايه قالوا حرقوه وانصروا الهتكم، بغاو ينصروا الالهه ديالهم، الاصنام الاحجار. نشي نغادر ندير لنا الحق، منين كنجمعوا الفلوس باش ننصروا الحق كنرجعوا له. هادو مشركون كينصروا الالهه كينصروا الاصنام وكيعطيو الفلوس. وعمر حاج عاود واحد خديت الشريك الجماعه كيصلوا بوك. يا الحاج خد ساكين غادي نمشيو غير غنرفاو غنرفقي غنرفقي. هاد المسجد خصنا نفهمو نفهمو. المسجد ديالنا انا ديالي هاد يقول ديالي خصنا نكونوا مهمومين باش ما ننساش. خصنا نديرو السخونيه هنا في المسجد بحال بعض المساجد هنا نافان كارنيرو نافاز ديال ماركيز. هاد السد الحاج يقوداش ديك موا تقيم خميس قيمة خمجمار، خمجمار، أنت جالس تقرا القرآن تجي نعم أسيدي يوم الجمعة تجي ساعة جوج سوايع قبل الصلاة وتجلس رحمو يتقعد كي كتخش على صح تغاد سورة الكهف تغاد سورة البقرة تغاد آل عمران. ولكن ملي كيكون البر كتجي شوية صعيبة، الإنسان غير كيجلس وكيدير هكذا تسمر. ولكن هذا الشيء خصنا نفكروا فيه، راه رخيص ماشي غالي. شحال كاع غادي يسكن؟ إلا كاملين غادي نجتمعوا، فوقاش غادي نديروا هذا الشيء؟ فوقاش غادي نجمعوا له الفلوس خلاص؟ غير لهذا الشيء، لا حتى نتكلم مع عمي إدريس والرئيس حتى نتشاوروا. لا لابد صح، واش كيما رحموا الناس دار رحمة دار رحمة. وعارف شا دار رحمة كل شيء دار رحمة. أما حنا في بلجيكا ولا ألمانيا هذاك الشيء، دخل المسجد بحال دخلتي الحمام. كنت في بريطانيا وتعيش في بريطانيا، عندهم المساجد عجيب، ما تدوش تدوش غير تقربوا. لوصا خبيت تجيب ديال حمام اخر اتقل الدن ديال هذا تقل الدن وتشم موستوريس موستوريس عاودين موستوريس جمعت ليهم الفلوس تبارك الله دابا كل شيء داروه وكلوا راه شراو بارك الله فيكم. ان شاء الله غادي نتكلموا في هذا الشيء غادي نرجعوا لنمرو. والنمرو بداو كيجمعوا جمعوا داروا الحطب بزاف منين شعلوا سيمانه هما كيشعلوا فيها سيمانه سرق قدام رميتو غتهزيه او غاش غيقرب شكون اللي يقرب عندها؟ ابراهيم راه في الحبس مكتف. شكون اللي غادي يجبر ابراهيم يرميه في النار؟ وفي تفسير القران قال لك طيب رجلي رجلي كيطير في السماء وكيطيح النار بعيده فين سيقت فيها يوطد وجدي منين يحرق يتمتع من زير ساربو غير بالدخان قربوا مش اسقام استعرف قربوا قربوا لنسي رحموا ها اللهو 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 هي تنسي اهربوا يا ربو لا فاهمين صحاب العربيه يا صحاب تطوان دانجا عمي تهامي فاهم صافي مدام انت فهمتي صافي الشمس مازال خطريه تسلى كيف الحمد لله الله كرمنا بهذا الشلحه والله كرم. قال لك واحد كيتكلم العربيه والاخر كيتكلم الشلحه ومدابزين متخاصمين والعربيه احسن والشلحه لغه القران ولغه هذه. وقال لنا اخونا مازن مازن
قال له هذاك الرفيق قال له الحمد لله الله كرمنا عطانا العربيه وزاد لنا الشنحه امان الله كرمنا عطانا العربيه وزاد لنا الريفيه انتم ما عندكم غير العربيه شكون تعلموا اللهم نور قلوبنا امين يا رب المهم من نداروا العافيه شكون اللي غادي يرمي فيها ابراهيم وليش غيطعن ابراهيم عليه السلام شكون اللي جا غادي يعلم لهم كيفاش يديروا يلقيوا ابراهيم في النار ابليس ابليس اللاعين ابليس جا في الصفه ديال الانسان قال لهم راه كاين واحد الحل قالوا له شمن الحل قال لهم غادي تصنعوا المنجنيق اول مره يتصنع كيفاش دار هذا المنجنيق السيد قال لهم المنجنيق صنع لهم عطى لهم المعلومات صنعوا المنجنيق لوحه كبيره وعندها جبال لاستيك داروا فيها ابراهيم ورموا وطار السماء منين طار السماء الملائكه ديال السماء كلشي كيغوت يا الله خليلك ابراهيم يحرق اصيد ربي قيام الجكر مش اسحاق ملك الريح الملك الموكل بالنفخ في الصور اسرافيل وندبر بك سمي قال يا ابراهيم واش بغيتيني بدا الزلايل هذا ما غسميت تمسكني غتلو الناس ما يسكيش دار ربي الناس لا قال له واش الله اللي امرك قال له لا قال له لا انا بغيت الله تعزو الله ميكائيل الملك الموكل بالمطر اللي كيدبر على المطر انزار الناس يا ابراهيم اني يا ما شعور غدا اخو غي ومن شنو اللي يخسر الناس ما يناش دار ربي الناس لا الناس قال شي تعزوها الناس تعزو الله جبريل عليه السلام قال يا ابراهيم ما شعور الناس ما يسكيش دار ربي الناس لا الناس تاع الزغار الناس جبريل الناس تاع سيدي ربي اش قال ابراهيم ها منين ابراهيم للدعاء ها شكون اللي قال حسبي الله ونعم ها ابراهيم عليه السلام توجه ديريكت الى الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي تسمع ربي اللي غيفكر ونعم الوكيل اكد دعاء يقعد رب العالمين الناس يتمسير قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يا خالد الناس رب العالمين في مسير ايري التصمات التصمحات ابراهيم بعد كنا التصمات وهات اللي غير تصمت ابراهيم الناس يريد التصمات تاع بحث يريد شرير ابراهيم قد اسحاق قال لك لما القي في النار اسغون النتوغات هذاك الحبل اللي كان مكتف فيه تحرق أسغون من يتوغى سجيرك في السنديران حار الشعرة ما تحرق يا الله والحفيظ جنة في علا فهذه القصة ماشي غير زيدوها دوزوها لا 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 رد البال حتى احنا يكون عندنا حسبنا الله ونعم الوكيل ابن عباس يقول حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد وأصحابه حين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زين زادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله الله نجاهم رب العالمين ارسل الريح على المشركون وكل شيء اللي كانوا بغاو يقتلون به رسل عليهم الريح وقلب لهم كل شيء هذاك الشيء وهربوا مشى ابراهيم عليه السلام لما القي في النار منين لقوه في النار الحبل يحاق شعرة ما تحرقت الملك الموكل بالمطر قال لك انا كنت مستعد تغوش ذو اضعفه غيوامه اشكر قال فكان امر الله اسرع نشتغل الامر نصير رب العالمين اسرع دابا غادي نرجع لكم شويه اللور ردوا معايا البن ركزوا معايا هادو كيريب ليه من دون القرنيه قطع المخدر حسن هادو كيريب النمرود المالي والعسكر ديالو 6 شهور هما كيوجدوا شحال 6 شهور الشعب كامل ضد ابراهيم العسكر كلشي تعزون اسحاق ابراهيم بغاو يحرقوا ابراهيم عليه السلام 6 شهور وهما في الاستعداد عما داو 6 شهور داروا العافيه داروا الاسباب ديال الهلاك رب العالمين كن فيكون وخاصني غاشطع والو ما كاين لا نهار لا يومين لا شهر لا شهرين ما جابوا لا المال هذه لهذه قلنا يا نار
كوني باردا وسلاما على ابراهيم افين سيميري تصبحت تصمتخ ابراهيم خلاص يمل الجن يديروا 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 لكن امر الله ديري كن فيكون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن من يخسريري سيدة ربي ذي ثماثي غيري إيش نحشت واتيريم النفاخس مبرر خبارنس أي حاجة توقع ذي ثمار سل إرادة سيدة ربي العالمي سل قدرة سيدة ربي العالمي سل مشيئة سيدة ربي العالمي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هذا الشيء نتكلموا فيه نتكلموا فيه حتى يجي في القلوب ديالنا حتى المؤمن يعيش على الأرض ما خايف ما والو لا من الرزق لا من المخلوقات أي شيء لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله حاجة ما تتحرك لا البحر لا ربحة لا ثيم السيم إيش حاجة تنهزر إلا الأمر صدار بها إلا هذا الشيء عندنا في القلوب ديالنا واش الإنسان يخاف نخاف من الخيف ولا من الخدمة ولا من البلدية ولا يحيدوني الغراب ولا يديروني ولا يديروني لا تخاف ما والو توكل على الله ودير الأسباب ديالك وتعبد الله سبحانه وتعالى أتعيش ديار راح نرجعوا للإمام الحسن البصري سالينا واقيلا لا عاد إبراهيم عليه السلام شحال بقى في هذاك الماء السلام شحال 40 يوم أصح رواية 40 يوم كان رواية خليل ولكن حنا غادي نقولوا هذا 40 يوم هو في 40 يوم تدي في نفسه المشركون الكفة كيشوفوا من بعيد هو تبدا إيش أنت مشات العام سيدي غاصدي نهار ربيع الماكلة أمان زي الجنة الماكلة زي الجنة النمرود داير قصعة خزار عسكا خزار إبراهيم يسعي الزيت ربي العالمين قمشان الهالك العزة بيد الله ماشي بالأسباب رب العالمين اش يستعيذ بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب تمسيس حرق تمسيس نط عندما يسعى إبراهيم ربي يسعي الدين يا النمرود ذي رقصة رب العالمين أذله إذ جيت رب العالمين تذي رقصة من زي ذج دخلت له واحد الباعوضة للرقص لداخل توسف صغار موخ مش يدخل مش يسدين يا عمي محمد ودار واحد الخدام يقى يا خدام يتشاتي تسوهاك وصغى وش تجي العزيز العزيز يسعي الزويخس يتجويخس كلشي لك فوسو المعز والمذل الرافع الخافض ما راه يافعش ودوش غير يستهوى ما راه يستهواش ودوش غير يافع دابا حنا كنقولوا هذا الشيء في الادعيه ولكن واش عارفين اش كنقولوا انسان جالس وكيقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت كيقولها وهو هي وقد يكسنا هي وقد يكسنا والحاج وانت عاد دابا قلت اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت مالك خايف اخوان عارش كتمني القرار رب العالمين ما لا يوشاش يوشاش واش غير يكسب ما لا يكسبش واش غير يوشاش مش غير بدري المهم النمرود هو في القصر ديالو وكيضربوه الراس حتى مات جد واش ابراهيم عليه السلام هو في النار وجات عنده الام ديالو عيطت عليه يا ابراهيم اشتقت اليك نسقى وحش خشبي السينو امي حنو ان نسيني بسم الله الف دغاري دخلت حتى اللي عنده عنقاته ثلاث فرقاش دار عاصا وطفو بابا سيد ابراهيم ازر هو كان كافر ما امنش ومنين شاف المعركه يزرع الدب بيستني دوب غير النجا ميس ذا النمرود ذا ميس يفرح يعجب سرحا اش قال منين شاف جبروه كتفوه الماء في النار هو ما تحرقش والمشركون هي ابراهيم ولدو لهيب واخا هو كافر وكذا اش قال قال نعم الرب ربك يا إبراهيم الناس يا خانا ربي راك إبراهيم يسامحيش ينصاريش يسغربيش وخبى بس كافر ولكن رميز ريان نعم الرب ربك يا إبراهيم نرجعوا للحسن البصري الحسن البصري قال لهم علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي أرزق ليش وأتجوز غيس الإنسان منين كيكون في البطن ديال مو كتكون عنده 4 شهور شحال؟ 4 شهور 4 ميسيس كيجي الملك كينفخ الروح يتقريس العمامة على الروح وكيكتب له من دا ستارين الأجال ها الرزق ديالو
العمل ديالو شقي او سعيد. كل شيء اللي غادي يدوز عليك في الدنيا، الماكله اللي غادي تاكل، اللي غادي تشرب، اللي غادي تلبس، كل شيء. شي مرات الانسان كيدير الاسباب ولكن هذاك الشيء ما يتكتبلكش. اليوم درنا المرميته هنا ولكن ما كليناهاش، مشينا للصاله وكلينا في الصاله. ها شي مرات الانسان يدير الاسباب وكذا ولكن رب العالمين يفعل ما يشاء. كيفاش هذا الشيء بيكون في القلوب ديالنا؟ علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت ان عملي لا يقوم به سواي فاشتغلت به. العمل ديالي ما يديرو حتى واحد الا ينام، انا خصني نديرو. انت تجي تصلي الصبح الملائكه يكتبوا لك صليت، انت تقرا القران الملائكه يكتبوا لك قريتي القران، ماشي شي واحد يصلي عليك. لا انت خصك تصلي، لا العمل الدنيا لا العمل الاخره. انت تنوض وتروح تخدم دير التجاره، تذب التويد من غتشتل الحاله، لا العمل الدنيا لا العمل الاخره. انت تصوم الاثنين والخميس 16 14 15 بزاف ديال الناس غادي ندير واحد الكلمه لنسى في مغاره، اتصلت مغارين تسقسم ارض غيا رمضان تريد غيما يصنع يومين لي غاش رفقي وز باش تسقسير. قالت له واش الشيخ ديال رمضان يشد خمس ايام؟ الله يهديك الخبين غير امشي مكمل باش كيف غير يوزد خام رمضان ارخوي تسقسير. قال رخو ها رخو نعم سيبقى لي شهر 12 ها شهر 12 شهر واحد مهور الدين مزيان الفجاع العام سيدي غا 6 ونص رمغا من عام سيدي غا 6 تاع 9 النهضه مزيان رخوي ما يزمها اللي يجي شو مع وسط مع خمر ريس مع وسط وغاد الشهر ديال رمضان وتغاد تزيد تجي شي خمس ايام منين في السيمانه ايوا خير في ترخو تزوم اثنين الخميس 16 14 15 النهار تزوم النهار لا هشم هشم تخرف نغلي شهر 12 شهر واحد قوى التعريض الخبار ارض غيا وز رمضان نغلي تيرين تزوم تقرا شي دقيقه تو الشيب من غادي غير خو ما نمشي تمنيات ما يوقف بارك الله فيكم خصنا غير الرغبه الكره ونغنزو خاصة الاثنين الخميس واللي واحد زوين بور اثنين الخميس يبدا واللي غيزوم منيش النهار اللي صام واحد النهار في سبيل الله الله كيبعد عليه النار 70 سنة. كيفاش اللي جاب الحياة ديالو كاملة كيصوم الاثنين والخميس الاثنين والخميس عنده عادي غاس عادي عادي يتزوم الاثنين الخميس عادي. النبي سولوه قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له شفناك كتصوم الاثنين والخميس ما يمي ما زعماش تزوم الاثنين الخميس ما غا مين قال لهم الاثنين والخميس فيها كيطلع العمل الى الله وانا بغيت العمل ديالي يطلع في النهار نكون صايم. تغزير خالد 13 14 15 فيها نبدا نبدا بزاف ديال الناس قال لك فيا كوليسترول فيا واش احسن فيا الملحه فيا السكر فيا كورونا فيا بطاطا قران فيا طوفتيا فيا زعفران. احنا عندنا الدواء صاحبي دابا في روسيا ديا روسيا لقاو الدواء في الصيام والله العظيم ملي شفتو في واحد الريبورتاج سبيطارات الاطباء ما عارفين لا رمضان لا شهر رمضان منزل فيه القران لا ليله القدر خير من الف شهر هادو كفار هادو لقاو الحل في الصيام وكيقولوا الناس خصكم تصوموا ما تاكلوش من الفجر حتى حنا مسلمين اصاحبي حنا مسلمين إلا الإنسان كيصوم ومحافظ على الصلاة وكيتبع السنة ثلث للطعام ثلث للهواء ثلث للماء إما الإنسان يكون بخير وحنا ملي كنجلسوا برق طرق 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 عما 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 غير كارو غير سيسي ولا سيدش إلا شكاير خالد ماشي كلا واحدة ولا جوج ديال الهندية يمسي تنسي رمانيو كيف ما تقال لك يا ودي قاهر الشق قضيته قضيته كاش كيف السر دري غلط قلت له تحاري اذا هم بينو يا ربي توبخ يا ربي انسان يرد البال اصاحبي كل شيء احنا عندنا في السنه دابا بزاف ديال الناس قال لك هادو راه سبقونا وكذا وهذاك الشيء هادو راه خذوا منا سين الزينه روح اقرا التاريخ وشوف العلماء ديال الاندلس مين كانوا على المسلمين هنا العلماء ديال الاندلس كل شيء خذوه منا كلشي حنا عندنا في الدين ديالنا ما راه نتبع السنة كتقدم روحو
قلت لكم علاش درت هذا هني غو ميمي كيرماني كيفاش شي بلاك انسان كيكون مشغول في الدار كاين مهموم عارف بتوخا ما لي دار بتوخا ضاقني وقت هنجت مشيتو مع الهنديه الله يتوب علينا خص الانسان يرد البال صاحبي من الانسان كيجلس وكيضرب كيش طراب 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 وشي مرض كان ياكلو في الوحده 11 ديال الليل في 12 في الاعراس غادي يبدا غادي يجبد الكسوم يحقره الكسوم صاصوص ديال زيد كاس تاع كاس تاع الله يهديك الحاجه صح الانسان غير الثلوث للطعام الثلوث للنفس حنا حتى النفس ما نقدرش ربي توخا قولوا امين الامام الحسن البصري رحمه الله قال لهم علمت ان رزقي لا ياخذ غيري فاطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به سواي فاشتغلت به دابا غادي نمشيو الثالثه شكون اللي عارف هذا الكلام عارفين ولا واحد ان الله مطلعون علي فاستحييت ان يراني على معصيه الثالثه قال لهم علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيه باش نلقى رب العالمين نصنغ بالله ربي خص هذا يبقي يتوالي الرقيب جل في علاه البصير السميع العليم الى عندنا هذا الشيء في القلوب ديالنا خص هذا الشيء نحركوه انا حاضر باش من تفتح هكذا اليوتيوب ولا تفتح الواتساب ولا يا رحاج من يتخز عليا من العين ربي كيخز عليك الملائكه يجسد يجسد علينا اقينا كي باش تبقى باقي وحدي شي مرة الانسان كيدير راسو زعما راه بوحدو لا يدير في الطوموبيل بوحدو كيدير هنا يا الله يتوب علينا لان الشيطان عنده الابواب الجوار راه يضرب السنه ودابا الشعر كثر اللي بغيت تشوفوا اللي بغيت تسمعوا الخطر شي ديال اليوتيوب والفيسبوك الى الانسان ما راضش حاله راه النظره النبي قال الى الانسان شاف حيد البصر ديالك والزمان الصحراء اش كانوا كيشوفوا وانسى كل شيء مغطي والنبي قال لهم غير تشوفوا حيد وحنا دابا ربي السلام غاتمشي في الشارع تشوف هكذا بحال مشكله والله لا مشكل الله يرحمه خاصة عايشين مع الناس ما عندهمش الدين عندهم عادي هما العور حتى ولا عندنا عادي دابا حتى حنا الله يحفظ تلقى الانسان جالس في الباركير حاج يبقي ما يضحش غير غريب تاع صداق امه ما يضحش تكون خسي روميين تي روميين شيار شواير يدعى عادي ولا عنده عادي العينين ديالنا مشاو لان بيكا حتى ولا عندنا عادي الاول منين جاو الناس حنا الاولين تسول الناس الاولين اللي جاو ما كاينش شي حاجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودابا ولات عادي الله يرحمها ودابا حتى في البيوت ديالنا الناس الحلولي دار دابا حتى هذا الشيء ديال المونتاج الانسان كيوالفو قال لك بحال وحده تزوجات تمرش ومنين مشات للدار ديال الراجل ديالها هما خدامين في الجلد خدمن دي الجلد دي ترمش ترمش تقارح فيها الريحه ومنين مشات في الاول الروحه ما تحملش قالوا لها غير سيمانه جوج غادي توالفي مع هذا الشيء وهكذا سيمانه جوج ثلاثه ولات عادي هذيك دابا حنا عايشين مع هاد الناس هادو النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث والله غادي يتعجب قال لك اذا مررتم بمقابر الكفار الى دوستوا على المقابر ديال الكفار اش غادي ديروا شكون عارف الحديث من غادي تجمع راه تعاودوا تخدموا نظرين ايروميين عنهم ها عنهم زيد تعودوا زيد ها قال لك فاسرعوا مرات عدو تخدم نظرين ايروميين ويقعد غير اسرع قال لك باش ما يجيش العذاب يقيسك حتى انت لان راه العذاب كينزل عليهم هادو ميتين مثل اسرعوا وحنا عايشين مع الاحياء تعيش كيس الدار ونكون نهار كيقول لك كولا بونوس دياس بونوس تارديس بونوس نوتشيس وحنا ما كنديرو لهمش الدعوه باش يوليو مسلمين كنشوفو فيهم هما راهم على غلط وحنا كنعيشوا معاهم وكنخدموا معاهم سنين وحنا خدامين معاهم نخدم كيس نخدم غاصون
هيلان داين داروا لينا سبيطارات داروا لينا الطرقات كلشي جينا نخنيهم تعيش درعا سيدي مبرعين بلاد مغاس مندار الناس بارو غتجي المعاونه يعيش شي شويه. حنا عندنا الدين الدين الاسلام عندنا الرحمه ما وصلنا لهم والو مسكين الا ما تسكنوا لي فين غادي يمشي قولوا واش ها شحال غادي يبقى في جهنم شهر عام عامين بارا سيمبري واحد مثلا ما فيناش الرحمه عليهم تكون فينا الرحمه والشفقه على هاد الناس اللي كنعيشوا معاهم تهلاو فينا واكلين وشاربين عام سيدي وخلاونا درنا المساجد وكنعبدوا الله حنا في واحد الراحه في واحد السعاده في واحد النشاط كنعبدوا الطوموبيل واكل شارب قولوا الحمد لله واحنا واش قدمنا لهم شي حاجه ولا نديروا شي نهار هكذا شي نهار في ست شهور ولا في عام نعرضوا سبانيو نديروا العام سيدي الرسائل كيديروها المساجد ما عرفتوا ما مش عمي دريت شو ما تقيم كم يوم هنا لا عمص عمص ما تقيم هنا لا كاين المساجد كيديروا كيكتبوا داك الشيء بسبانيو لين عام سيدي وكيفرقوها على الجيران على الجيران البيوت ديروا الضياء اكي اوراق الصبح مع مزيدي مع العشرة اللي بغى يجي المسكيتا مرحبا به راه كاين اكرام وغادي تشوفوه وغادي تسمعوه وكذا 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 وما ديروا والناس غادي يجيو ويكونوا الناس هنا في الاستقبال تاعي العام سيدي المسمن الماكلة كذا الحوايج النيوت من الناس اللي تعجبوا الفاستيريس كذا هنا هما يجيو يجيو عندنا للجامع يدخلوا ويشوفوا الجامع لان دابا هما كيشوفوا غير هذاك الشيء اللي في التلفازه كيشوفوا الاخبار كان بيغبروا بوم باقي قانون غير كذا وخايفين كيقولوا المسلمين يا ربي السلامة عايشين معنا هنا في البارلمان عضو الجامع مسلم كيسمعوا مسلم مش كاين ولا ما كاين؟ اه واللي غادي يعش ما يا ربي السلامة ولكن منين غادي يجيو عندنا الموسكيتا ويشوفوا العام سيدي الاكرام يكونوا جوج ديال الناس ثلاثه عارفين سبانوريه ويكون هذاك الشيء مزيان خالقين هنا ومؤدبين وكذا يرحبوا بهم هذا المسجد اللي عندنا هذا اللي عندنا في الجامع هذه وهذه ما تخافوا ما والو هذا اللي عندنا احنا فهادو بعد يعرفوا الاسلام ما صح واش عندكم الخبر الاسلام كان هنا في السلطانيه ولا ما عندكمش؟ رحمة لغة ذا ما كاين لا الاستعمار لا الاحتلال لا بطاطيق لا كانت هنا الرحمة في اسبانيا الناس كانوا كيموتوا كانوا كيمشيو للجنة دابا الناس كيموتوا كيمشيو لجهنم منين كانوا هنا المسلمين هو لعندنا بزاف بزاف فيهم الفهم تقول لك راه الاسلام الاسلام المسلمين داروا مشي لقرطبة شوف عاد تماك القصور شي مرة مشيتوا ولا ما مشيتوا مشيو تسعروا وتشوفوا القصور ديال المسلمين كيفاش راها والمساجد هما جاو هنا المسلمين منين جاو هنا بناو بناو ما سرقوا ما داو بناو هنا وخلاو الاثار شوف شحال ديال السنين عاد باقي الاثار ديال المسلمين موجوده القصور والمساجد وكذا 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 بارك الله فيكم خصنا نبداو علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيه ما تقولش راني بوحدي سير في الطوموبيل يا خويا شي موزيكا لا لا خويا لا الحاج لا رب العالمين قز عليك خصك يا غير تقول كذلك الشباب انسان في البيت عام سيدي بلع الباب راني بوحدي نو يرمانو مستصولو ديوس اسكونتي بارك الله عليك خز عليك العلم نسقتك الملائكه الداري وسقا بقي وحدي التليفون اللي من تقدرني مره رب العالمين كلشي ملايين التاري باش الملائكه لان هذه غنغيري ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها منين يكون عندنا في القلوب ديالنا غادي يجيو الناس يوم القيامة غادي يشوفوا الكتب خميغازان الكتاب هذا في كل شيء ولا فمزيان تنقرا أسيني الواو الكتاب هذا يسكن الشيء ثني إذا قرات ثني إذا مزيان ما مش نتاع الكتاب هذا يسكن الشيء تولي الملائكة الملائكة ورد مين مثقل تولي ما رد حشر ولا تشيا تغمزان كلشي تاع كاين ردوا البال ردوا البال نوان راه القضية ما فيهاش اللعاب القضية يوم القيامة فيها النار ليشتي مستي جهنم سنة ديال البال الناس والصعبة علمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عارف راه الموت كيستنى فيا الموت قايت راجعي مالك الموت ما كانش مالك الموت قايت راجع رب العالمين يتشاش لليلة القدر
سميتو كي عندي ليلة القدر. اش كيوقع في ليلة القدر؟ نقولها في ليلة القدر رب العالمين كيعطي الأوامر الملائكة اللي غادي يوقع في العام الأرزاق والأجل وكل شيء. ويغيمزن دوي غيدان دوي دوي غيخرقن دي كل شيء دي ليلة القدر. أو شرع المسيرين قام واحد المرة واحد الراجل سولوا واحد العالم قال له كم عمره؟ مش حق عشان نسلمه. قال له 60 سنة. قال له منذ 60 سنة وأنت تمشي إلى الله يوشك أن تصير. الناس قال 60 سنة شك تقول غسيل يا ربي قال قوات أوضه إن سنة إن لله وإن إليه راجعون. يقول يستقبل لا. قال له العالم قال له واش عارف اش تهي إن لله وإن إليه راجعون. قال له حنا ديال الله وغادي نرجعوا عنده. قال له إلا عارف غادي ترجع لا غادي يسولك واش عندك الجواب ولا ما راكش الجواب اذا سغتيني ما والو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن 4. يوم القيامه الانسان ما يتحركش من المكان ديالو الجنه ولا النار حتى يسولوه على 4. اش هاد 4؟ ها حتى يسال عن 4 معاه على الصغر ديالك في فنيتين عن شبابه فيما افنى وعن مالك في انفق فيما انفق ومن اين اكتسبه وعن عمره فيما ابلى. بقات وحده لي اسميتك تبع عبد الواحد من اي مدينه حبيبي؟ العرائش. ما شاء الله انت تحكي عربي كويس ما شاء الله انت ان شاء الله ستربح مسك. اسمك الكريم عبد الواحد. عبد الواحد ما شاء الله. فابحث لك عندي مسك الجمعة ومسك السبت. أنت تريد السبت ولا الجمعة؟ الجمعة. السبت للشباب والجمعة للشيوخ. تأخذ السبت؟ لا أعطيك السبت أحسن. هذه جميلة جدا، تفضل يا حبيبي. جزاك الله خير. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا أخي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. آمين. قشي على الحوا زرين. ها، ماني ذي توبة؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. يوم القيامة بنادم يتنهز يقول شمس أفغس سنخاق عن شبابه فيما أبله وعن عمره فيما أفنه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الرابعة وعن علمه. العلم نسمي زيسيكا رب العالمين. هذا غير استقصاء الحياة النقص كبر من يتستعبد شن حياة النغم تنظيمان يتعدو يا ربي السلام يا ربي توخان. الحياة ديال الشباب فين دوزنا؟ كل واحد فينا يفكر فين دوزتي الحياة ديال الشباب؟ منين غادي يسولوك يوم القيامة؟ مش غاس ثاني يوم القيامة من يستعدو زقامي الملائكة أورين خان الثاني زي 13 سنة نيخصن عاشق بيتير بلادن بالغ منين كيكون الإنسان بالغ والملائكة كيكتبوا زي 12 40 سنة. هذه حياة الشباب فين دوزتيها؟ من دوزتيها؟ تفك هذا كذا بالله عليك. كلشي مكتوب كلشي يورى. من بعد عاود السؤال عن الحياة كاملة من تستعدو؟ تفك كذا عاني الماء الماء منين جبتيه وفين درتيه؟ واش من الحلال واش درتيه في الحلال؟ وعلى العلم اللي تعلمتيه واللي سمعتيه واش درتي به ولا لا؟ الله لا خطر. منين قال له الله غادي يسولك يوم القيامة قال له ما الحيلة؟ من غد اش غادي ندير؟ هذاك الراجل الكبير قال له سهلة يسيرة. قال له واش تهي؟ قال له إلا تبتي شبرتي الطريق نيشان رب العالمين غادي يغفر لك كل شيء ما مضى واللي غادي تعبد من غتعبد من غتكر اشي جزاء خاص. قال له إلا ما شبرتيش الطريق نيشان الله غادي يحاسبك على كل شيء اللي درتي. دابا انا كنبقى حيران ملي تمشي للقهوه بلجيكا هولندا في اسبانيا كلشي انت في دار قهوه انت في وداد القيمه انت في بلاد مغا 70 شحال غاس؟ 70 سنة يقاس ايرت في بريد 8 باللحظات نغاس في تشام ارش ارى واحد ارحاش هكا تفدغ مزيده ما انا غير في بريد 8 الله يهديه 70 سنه
منين كتلقى الشباب كتقول عاد شباب مساكين وكيلعبوا وكيضحكوا عاد واخا شباب خص الانسان يرد الباب ما عارفينش فوقاش نموتوا والسيد عنده 70 وعاد جالس ليا وكيلعب الكرتة والباتشين والنبي كيقول في الحديث اعمار امتي ما بين 60 و70 راه عمر الامه ينوجع 60 سنه 70 سنه تلقى الانسان عنده 65 70 عاد كيتفرج لي في الكوره عاد يتفرج لي بين الدي تلقى لعاب متشمر بلا ما نقولش الاسماء ديالهم يتفرجوا جاي دي تشمه يا زمق مومي تقاموا سيدان يضحوا شي صويو بارحاج خصك تقرا القران وتذكر الله صاحبي علاش كنقول لكم هذا الشيء الانسان يفيق من الغفله غادي يفيق غادي يفيق وتلقى السيده صاحبي بنادم خوك تاع منين خرج هذا الشيء ديال التليفونات يا ربي السلام فيتان فيتان وتفتح وتشوف العوري وعاين انت صاحبي موسيقى والحرام الخطر الخطر النبي كيقول في الحديث عليه الصلاه والسلام نظره ايش الخزل هذا الى الانسان يدير معصيه يشوف ولا يقول معصيه نقطه سوداء على القلب معصيه ثانيه نقطه ثانيه سوداء على القلب وهكذا حتى يولي القلب اسود يدحور لبارشا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ما يعرف لا المنكر لا المعروف لا والو علاش القلب ديالو اسود كذلك الانسان يدير طاعه يدير شي حاجه مزيانه ديال الدين عمل صالح نقطه بيضاء على قلبه يزيد عاود يدير طاعه نقطه بيضاء نقطه بيضاء حتى يولي القلب ديالو ابيض هذا ما تضر لا فتان لا الشهوات لا والو غير الانسان يشوف هكذا في السعر يرد الباب بزاف ديال الناس غير يشوف يقول اعوذ بالله الشيطان الايمان ديالو مزيان مضبوط يشوف في التلفازه كذا اعوذ بالله الشيطان بزاف ديال الناس قال اه ما زيد ما تلقى ندير خبار زي ما تلقى ندير الاذاعه عني يا ولاد ياك عاد شقه تفرج عاد عاد كتفرج كتشوف فيهم ما كاين لا الافلام الاسلاميه لا والو هذاك الشيء اللي باش كيقتلونا هذاك الشيء اللي باش كيضيعوا لينا العقيده ديالنا ملي كيديروا الافلام يقول لك هذا عمر وهذا علي وهذا حسن وهذا حسين وهذا الصحابه والصحابه رضي الله عنهم كيفاش كانوا سيماهم في وجوههم من اثار السجود الله رضى عليهم في القران الصوره ديالهم ما تقدرش تجيب واحد ممثل كيدير الافلام ديال الرقص وديال الغناء وديال هذه حتى في ديك الافلام ديها واحد وقالوا هذيك الفيلم للاسلام هذه مثل سيدنا عمر هذه مثل حمزه هذه مثل ها هذاك الشيء سيدنا يوسف ابراهيم حسب هذاك الشيء دخل العقول ديالنا ما زعما تنشوفوا الصحابه على هذيك الحاله ما مش ياضون يعشمان والو تري ما رضي يدير الصحابه والصحابه كانوا متمسكين بسنه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يقتدون بالحبيب عليه الصلاه والسلام مر العلماء اجمع العلماء العالم النور النذيسن السنه النغاسن من غاسن مر والتقاريب يجوا صحابي الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما مشكوغه من عندي الدين رب العالمين يسحكوا هاد الملائكه تمع والنكس رعشة بوب ها هو ممكن السؤال نزاوي غير الحمد ما رايكم؟ ما السؤال اللي هو مغدي؟ ما هو السؤال اللي الفقه ما دي التاريخ ما عندنا شي المعلم واحد المعلم سول التلاميذ قال لهم شكون اللي قتل عمر المختار؟ وين غير عمر المختار؟ والتلاميذ ما عارفينش ما عارفينش ساكتين المهم واحد التلميذ قالها لباه وباه جا المدير والمدير جا المعلم قال له تما وهذه مثلا غتسقسي تسقسي وين كان عمر المختار من بعد حتى المعلم ما عارفش قال له المدير بعد قول لي شكون اللي قتل شكون اللي قتل عمر المختار شاف فيا المعلم قال واش شكيتي فيا انا قتلته طيب السؤال ذا مغير أنا زوي غيا حتى سي تامر واش دراسك
يستعد فين عاود السي محمد راه اهلا الاساتذه المعلمين. قال لك واحد العباده الا درتها انا ما يقدر يديرها حتى واحد حتى نكمل بها حتى نديرها انا عاد يديرها شي واحد الا دارها عمي علي حتى واحد ما يديرها حتى يكمل منها وإلا دارها عمي إدريس حتى واحد ما يديرها حتى يكمل عمي إدريس. اش هي هذه العباده اللي عنده الجواب يرفع يده غير بشويه وانا نشوف حتى ربحت يا عبد الوحيد. انت تريد زياده؟ لا بغيت واش بصح واش الدعاء واش بصح انت تعلمتي الدارجه ديالنا؟ تعلمتي اللغه المغربيه انت تعيش مع المغاربه كثير ما شاء الله واش بصح؟ طيب قول لي غير واش الدعاء؟ الدعاء ما شاء الله جواب خطا. نعم اخويا احمد يعطيك الف ها؟ اللي يعطيك في جواب خطا. عباده ايش العباده ما رقي شوي تما كيقول هذه الجره غيكملوا. ما رقي الست هامي وما يقدر حتى واحد يديرها حتى يكملها الست هامي. الاخ عبد الواحد قال الدعاء خويا علي الناش اللي يعطيك زيد زيد. الاذان من قال الاذان؟ اسمك الكاري؟ سمير. من اي مدينه يا سمير؟ نعم؟ قال عاد صراغنا جواب خطا. دي 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 شكون اللي خدع؟ ما شاء الله جواب خطا. ها يلا غادي يربح هذه. الصائم الصائم كلشي كنصوم. ها الجواب الصحيح اقضي جهد. ها يلا عم يدرس. إيمان كلشي كيصلي امام هنا الامام في المسجد اخر امام في المسجد اخر. عمركم ما سمعتوا هذا السؤال؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الصدقه كلشي كيصدقوا. فين فين هذاك اللي كتب لي الجواب في الورقه؟ استنى. نعم. الامام يقول السلام عليكم. واه حتى واحد ما يسلم حتى يسلم الامام. الله اكبر. ما يقدرش يسلم بالامام. ها. الامام لا كان يصلي. ها هو السلام عليكم. ها ما يقدرش المصلي يسلم قبل الامام. جواب خطا. ها يلا سيدي اسمو واحد ديروا انترنت يلا اسمو واحد تفتحوا جوجل غير ديروا جوجل عباده عباده غادي تخرج. ها يلا سيدي بسم الله. خطبه الخطبه وانا ندير هنا الخطبه الاخر يدير الخطبه ليه كلشي يدير الخطبه. ها بسم الله. تقعد بحال تقرا القران خصك تصنت تيسالي عاد تتابع. فاذا قرئ القران فاستمعوا له جواب خطا. حتى يسلم الفقيه. يسلم الفقيه. قالها الست هاني. ها. ها بسم الله. عباده إلى الانسان دارها الاخر ما يقدرش يديرها. غادي نجاوب انا غادي نعطيها اكبر السن وقيلا شك عمي درس جا نقرا شك دام راه قدام شحال راجع عمي درس 71 دا 72 72 قداني غدا 72 عمي درس يا شك 72 ولا 72 ها شكون؟ هي تقبيل الحجر الاسود تقبيل الحجر الاسود وحنا بغينا نجاوبو ونعطيو واش درتي جوجل ولا؟ لا لا يلقى جوجل زين خرجتي عليها منين منين من المغرب؟ بركان استورت مازيغ؟ انا ما استورت مازيغ من اثنا هو ياك يوياش كان وبعد اشتي دوش وزوغ اشي دي غمد نين الجمعة بركان ها اشو شغيل شكاد اشو شغيل انت اسم النجمة شا شقا عاش اسم مصطفى اعطيك ديال السكو ولا ديال الجمعة اللي كاين اللي كاين غادي نعطيك القرعة ديال الماء هذه كتسوى 30 والقرعة ديال ما كتسوى عليكم السلام لاحظتك السي مصطفى اختار انت يا حبيبي الشمال اليمين عطيتو ديال السي شنو غاشدير الجمعة تحت فوق لاحظتك انت السي مصطفى عطيه الله في جوجل هذاك التليفون دابا ما شاء الله جابك الربح
تتناقش اش غدير الجمعه عبد الصيام راه تقبيل الحجر الاسود الانسان كيمشي لمكه وكيطوف ملي كيقبل الحجر الاسود هو بوحدو كيديرها هذيك عباده ولا ماشي عباده ملي كيتقبل الحجر حتى واحد في العالم ما كيديرها غير هو كيديروها ولكن في هذيك اللحظه عام سي تهاني ولكن سي طارق لما يقبل الحجر الاسود واه وكانوا مثلا واحد من 10 ولا 20 بعاد كيقبلوا كامل الحجر الاسود واش مشيتي انت ولا ما مشيتيش؟ الله يوفقك تمشي يا ربي كل شيء اللي هنا يا ربي توفقه يدير العمره ويمشي للحج هذاك المكان كيتلاسع غير الواحد دخلت المكان الراس ديالك انت تقبل بوحدك والاخرين كيستناو وما يعني ما هي وما لونها عام تقبيل الحجر الاسود ملي الانسان كيقبل الحجر الاسود هو اللي كيديرها بوحده انت تتفقن واحد وما عليكش انا السؤال نفسه عندي السؤال العشاء فاشي اجر مؤذي بعد دقيقه عظيم كان اوه دوك تعرف ايش نسوا الحجر الاسود واش مصنوع ولا طاح ولا يعني القصه ديالو وزوج ياس خويا الحجر الاسود ما يجيش ديال جنه ما يجيش ديوسه قال خوش كي جبد الكوكل جبد الكوكل اللي سمعنا حجر من الجن كان ابيض بس انت جوز كوكل دابا على جوز كوكل نورمالمون انا سولتكم لقيت والو الاجوبه ومن بعد قلت لكم ديروا كوكل باش نسهل عليكم بالسؤال يا اخ خويا عليك تاع زتاب حدا باش نضحك لا لا شوف الكوكل ما راه تجيب دوز كوكل ايوا واش بدورش لا يا سي مصطفى تعاود دير كوكل الله يرحم الوالدين طيب السؤال 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 شكون اللي غادي يقول لنا العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أقلت ستة بقاو أربعة اللي قلتي أربعة قلت أربعة بقاو ستة، قال لي واحد كتقول لي سهل، قول لنا اللي واعري، قلت اللي واعري أنت تدبر عليهم، حافظهم كاملين، كي سميتك الحبيب؟ عبد الخالق من المغرب نعم؟ العرائش بعيدة، استنى نشوفوا تيتوان بن ناظور، حسين عاد نمشيو معاه هذه غير كنقصر معاك الحبيب زين تفضل ابو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا خصك تقول عثمان بن عفان رضي الله عنه عاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه زين بالترتيب ها اربعه ابو بكر الصديق عثمان علي ها عبد الرحمن ابن عوف الزبير بن العوام ابو عبيده بن الجراح سعيد بن زيد سعد بن ابي وقاص طلحه بن عبيد تبارك الله عليك يا الحبيب دابا اجي عندي هنا تقرب شويه هنا وقف هنا وقاف غادي نزيد لك واحد السؤال باش تربح نيشا باين تاخذ شويه من المغرب بارك الله عليك السؤال سيدي حسبتي لينا 10 ديال الصحابه اختار جوج من هاد العشره قل لينا شي حاجه قال النبي فيهم شي صحابي من هاد العشره قل لينا ودي راه النبي قال في هاد الصحابي طن 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 المناقب ديالو الفضل لا يرضى عليك ماشي السؤال سهل بس عقاتني عرائش وين دير خمسة أستاذ الصف الأول يا من تلاميذ المجتهدين أبو عبيدة النبي قال فيه أمين هذه الأمة ها وحدة ربحتيها قال لك واحد من رأى الملائكة اسمع لي من رأى الملائكة من هؤلاء المبشرين بالجنة في غزوة بدر شو واحد الصحابي من هذو شاف الملائكة في غزوة بدر لا قول قولوا راه من هاد العشرة دابا اختار انت اختار انت واحد من هاد العشرة النبي قال فيه شي حاجة زيد غير بشوية زيد خاصك غادي هاول زيد 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 صحاب العرائش كاينين هنا صحاب العرائش كاين شي واحد من العرائش يرفع يدو
ها واحد جوج زي جوج عاونوا 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 خوتكم يلا عمر انا فضل سوا فضل سوا على هاي عدالي في الطعام لبرا تعرف تقدم شي مرة قدمتين بغيت نسهلها عليك نقول لك قدمها كديها قدمتها في الدرغرش ربحت صحتي يلا غادي نأذنوا ان شاء الله غادي نزيد لكم واحد خمسة دقيق لا والو غادي نأذنوا نصلي لا والو فينا البرد مال هو قال وانا قلت وانتم ما تحكموا واش نزيدوا خمسة دقائق ولا لا؟ عشرة دقائق بعد هذا الحكاية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا حضر الكرام بارك الله فيكم كنشكركم بزاف تشكعكني وتصفو غيمنهم على الجلوس ديالكم وعلى حسن استماعكم الله يحفظكم الله يبارك فيكم الله يمرض اللهم شافيه بعض الشباب وبعض الاخوان طلبوا مني غادي ندعي معاهم بما عندوش اوراق اللهم افتح له ابواب الخير يا ربي ترزقه يا ربي تعطيه الوريقات يا ربي تعطيه الاقامه اللي عنده المشاكل يا ربي حيد عليه المشاكل واللي كلاو له رزقه وداو له حقه يا ربي ترجع له الحق ديالو اللي باش يتزوج اللهم زوجه الله يمرض اللهم شافيه وعافيه اللي عنده شي ولدو مريض ولا كيستعمل مخدرات اللهم شافيه وعافيه اللي عنده شي مشاكل اللهم افتح له ابواب الخير سمعوا مزيان غادي نزيد لكم واحد خمسة دقائق وغادي نختموا ان شاء الله انا معاكم اللي صلى معنا الصبح وكلا معنا تشرو يرفع يده يا خرجتي مشيتي ها فين هو مرحبا عليكم السلام ورحمة الله كذلك واحد الإعلان عمو مصطفى شحال يوزنك 10 15 أنا 12 أنا 15 قال لك واحد قال لولده مشي للجامع
اللي لقيتي في الجامع صلى مع الامام عرضوا للدار الى جوج غات مزيده ان سني غادي في الزوج عادي في غادي الدار ومشى الولد والجامعه صلوا العشاء باش صلوا العشاء وصلى معهم الوليد ووقف عند الباب والناس كيخرجوا وكيسولوا له كيقول له باش صلى الفقيه اللي عارف كيقول له انت اجي لهي اللي ما عارفش كيقول له بسلامه طن 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 جا معاه شي ثلاثة ديال الناس ومنين مشاو للدار قالوا الوالد غير ثلاثة قال له هادو صلوا مع الفقيه صلوا مع الفقيه هادو هما شوفوا المؤمنين الصالحين اللي جالسين معانا هنا اللي ما عندوش الأوراق واللي الحالة ديالو شوية مزيرة وكيعيش جوفري وكذا عندنا هنا واحد المرميتة واحد الطاجين 15 عمي مصطفى 12 ولكن 15 حتى 10 حتى 20 ديال الناس جوج ديال الدواسات فيها نعم شي شويه ديال اللحم وفيها شويه ديال الماكله درت الحساب قلت ان شاء الله هادي غادي ندير هديمه اي مسجد غادي نمشي عنده الا مشيت للريستورا وكليت تماك كناكل ب 60 70 80 اورو جوج ديال الناس ثلاثه ديال الناس هذاك 60 70 تجيب بها اللحم والماكله وكذا ديروا في الجامع ياكلوا معاك 15 ديال المؤمنين واش مزيانه ولا ماشي مزيانه فلهذا بغيت منكم بارك الله فيكم اللي ما عندوش الاوراق كاين اللي ما عندوش الاوراق واللي كيعيش دوفري وكذا المهم بغينا 12 15 20 اللي كاين المهم غادي ناكلو واحد المرميته اجي غادي نقول لكم صافي عمي محمد اش هذا قيمه اه عمي دريز سي تهاب يقول لك انا ما عنديش الاوراق الله يحفظكم قولوا امين بغيت نزيد لكم شي حاجه اخرى باش غادي نصلي الله يوفقنا قولوا امين بارك الله فيكم جزاكم الله خير خصنا هذه المجالس نكثروا منها المجالس راه خصنا نكثر خاصة في البيوت ديالنا مع الوليدات مع المرأة باش غادي نوصيكم نقراو القرآن في البيوت ديالنا ملي تصلي العشاء مشي للدار دير واحد الوقت خاص في الصباح وبعد العشاء فتح القرآن خلينا من التلفازة خلينا من الواتساب من فيسبوك من يوتيوب كل شيء هذاك الشيء خلي فتح القرآن الحج عظم القرآن قرأ قرآن ساعة ساعة اللي ما عارفش يقرأ يدير القرآن ويسمع دير القرآن في الدار ديالي علاش كنجيب لكم هذا الشيء ديال القرآن القرآن نور نور القرآن المعجزة العظيمة القرآن معجزة القرآن فيه الشفاء فيه الهدى فيه الهداية اللي بغيتي الحبيب ديالي في القرآن واحد الصحابي كان كيقرأ القرآن في الدار ديالو بعد العشاء سورة الكهف اش كان كيقرأ؟ من دو غيقرأ؟ سورة الكهف وعنده فرس مربوط عنده واحد الفرس مربوط غاس يجو ييس ييس يقن هو كيقرا القران يقرا وهدت عليه سحابه اسيلو سحابه نزلها للدار ديالو فجعل الفرس يهرب منها الفرس كيجري في الدار يمشي هكذا ويرجع وخايف وهذا الصحابي في واحد الروايه اخرى كيشوف النور يتوارى الثوب كيشوف النور نزل عنده للدار ومنين لقى الفرس كيهرب والسحابه وكذا وقف القران هو وقف والسحابة بدات عاود كتطلع أسينو النيل قاعد وفي الصباح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اش قال له النبي قال له علاش وقفتي قال له اقرا قال له خصك تقرا قال له راه الملائكة نزلت عندك للدار قال له لو كان بقيتي كتقرا في الصباح غادي تشوفهم غادي يسلموا عليك بلدي السكينة كتنزل في الدار اللي فيها القرآن فخصنا نقراو نقراو في البيوت ديالنا القرآن ولادك المرة تهود عليهم السكينة والهداية واخا هذاك ناعس عندك في الدار ما كيصليش وبعيد ومخدرات والمشاكل وكذا بقراءتك القرآن والدعاء رب العالمين غادي يهديه شوفوا مزيان ما نقنطوش ما تقولش راه ولدي خرج بنتي خرجات ولدي مفلس وهذه رب العالمين على كل شيء قدير حناش غادي نديرو ندعيو الله ونديرو الدعوه بالحكمه ونتكلموا معاهم على الصلاه ما نقنطش ما نقنطش من رحمه الله ما نتقنيش
أكثر نغت المغارين نغت يستيث نغ ما كانش الدعوة بالحكمة وباللين بالرحمة احنا نقرأ القرآن في البيوت يعني. والله إلى بدينا ما نبدأ نقرأ القرآن نشوفوا الخير والبركة والرزق في البيوت ديالنا والهنا لأن القرآن مش حاجة عظيمة القرآن الكريم مش حاجة طمغاء القرآن الآية في ليش تهزلتو القلب يتخشى مي قال القرآن رب العالمين يستور ذكي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب القلب ديالك يرتاح ويطمئن وخر إنسان مريض وخر إنسان ما عندوش وخر إنسان فيه الجوع وخر إنسان محبوس ولو في السجن في أي مكان دا تقرأ القرآن رب العالمين يهود عليك السكينة ينزل عليك السكينة والرحمة وتكون محفوظ لأن كلام الله نور الله يوفقنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك في هذه الجماعة اللهم بارك في هذه الجماعة اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم بارك في أرزاقهم اللهم أصلح أولادهم اللهم أستر نساءهم اللهم أحفظ بناتهم يا رب العالمين اللهم رب لنا أولادنا اللهم رب لنا أولادنا اللهم رب لنا أولادنا يا رب اجمع يا رب قديش البركة يا رب احفظ نتارونس يا رب احفظني ستينسن يا رب قديش البركة يا رب تقدر البركة ذي الإمام عمي عالي يا رب قديش البركة يا رب احفظي يا رب قديش البركة يا رب ما مشتي تحفظي مزيد انس يا رب احفظي يا رب كارميث يا رب قديش البركة المسؤولين يا رب احفظيهم يا رب قديش البركة الأخ عمر عمي دريس حسين محمد يا رب احفظي أبي مصطفى يا رب احفظي يا رب قديش البركة يا رب تمزيد يا رب سهو الخسر اللهم اقضي دينه اللهم اقضي دينه يا رب عوري في الغالم دراسة ماني غصر تاونسن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد العشاء راه كاين العشاء كاين الماكلة بغيت 15 حتى 20 ديال الناس خاصة الناس اللي ما عندهمش الوراق والناس اللي مشاكين كيعيشوا الزفرية الماكلة موجودة إن شاء الله بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thank you.